إسلامية العريقة ومعلمة معمارية أبدعتها يد الصانع المغربي لتجعل منها تحفة فريدة من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل. مسجد الحسن الثاني، صرح شامخ ومنارة للحضارة العربية والإسلامية ومحطة لإشاعها الكوني، وهو خير شاهد على تمكن العبقرية المغربية من مسايرة تطور فن الهندسة المعمارية. هذا الصرح الحضاري الشاهق شيد على أرض التسامح والتعايش وملتقى العديد من الحضارات ليكون شاهداً ينطق بإرادة تشجيع التفاهم والوفاق بين مختلف العوالم. تميز المغرب منذ قرون من الزمن بفن بناء المساجد، ويعود الفضل في ذلك لأصالة هندسته المعمارية بالإضافة إلى طابعه الروحي. يمثل مسجد الحسن الثاني إحدى جواهر المعمار الإسلامي، حيث يتمازج الفن التقليدي في انسجام رائع مع أحدث التقنيات. يتراءى مسجد الحسن الثاني بصومعته الشامخة في كل أرجاء المدينة، مخلداً لعبقرية عمرانية متفردة. هذه الجوهرة المعمارية المتميزة بأكبر مأذنة في العالم تتسع لأزيد من 80,000 مصل ومصلية، وهو ثمرة لمجموعة متلاصقة من البنايات والمنشآت الإسلامية في سياق إحياء التراث الأندلسي. بهذه المنارة المتفردة يترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة في العشر الأواخر من شهر الصيام والقيام، شهر له من الفضائل والمكارم ما يكشف عن منافعه الروحية والصحية، وما يجعل منه شهر فتح وطمأنينة لأمة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. اقتضت حكمة الخالق سبحانه تفضيل بعض الخلائق على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الشهور على بعض. ومن الشهور التي فضلها سبحانه شهر رمضان، فهو شهر له من الخصائص والفضائل ما تميز به عن غيره من الشهور. وسيرا على نهج الأسلاف، يحيي أمير المؤمنين هذه الليلة المباركة، ونحن على مشارف نهاية شهر رمضان الأبرك، شهر وعند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام، شهر دعينا فيه إلى ضيافة الرحمن، وجعلنا فيه أهل كرامة الله. أنفاس المؤمن فيه تسبيح، ونومه فيه عبادة، ودعاؤه فيه مستجاب. قد غمرنا المولى عز وجل في هذا الشهر بفضائل عظيمة ونفحات جليلة وخير عميم، وجعله شهر تزكية للمؤمنين بالصيام والقيام وتلاوة الذكر الحكيم، وخصه بليلة مباركة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، ويكفيها شرفاً وتعظيماً ورفعة أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الكريم المعجزة العظمى والحجة البالغة. ليلة القدر ليلة عظيمة، دعينا للتعرض لنفحاتها والإكثار من التعبد والتذلل لله عز وجل طلباً للرحمة والمغفرة. هي ليلة مباركة سميت بليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها. هي ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر، وعلى لسان ملك ذي قدر، وعلى رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر.
يصل أمير المؤمنين إلى مسجد الحسن الثاني محفوفاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقاً بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، لإحياء هذه الليلة المباركة التي أنعم بها المولى جلت قدرته على عباده المؤمنين وجعلها ذات يمن وخير ومغفرة ورحمة ورضوان. فيها تتعطر الأجواء بالروح الإيمانية المفعمة بالخشوع والخضوع. إنها ليلة القدر، عظيمة القدر، ولها أعظم الشرف وأوفى الأجر. لحظات قوية من لحظات الإيمان الصادق والخشوع والخضوع والتقرب إلى الخالق، ووقفات مضيئة في هذه الليلة المباركة وهذا الشهر الكريم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، في مناسبة دينية جليلة القدر تستظل الأمة المحمدية بنفحة من النفحات الربانية التي خص المولى عز وجل بها أتباع خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هي ليلة قدسية روحية تقشعر لها جلود الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتهفو إليها الأنفس الزكية شغفاً للسباحة في الملكوت الأعلى والترفع عن أضران المادة الزائلة. في هذا الحفل الديني الكبير ترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين وينصره النصر المبين، نصراً يعز به الإسلام والمسلمين، وبأن يكلل بالنجاح أعماله ويحقق آماله ويبارك خطواته السديدة، وبأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي الأسرة الملكية الشريفة، كما يتوجه المصلون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والرضوان على فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. ليلة القدر التي يترأس أمير المؤمنين الحفل الديني الكبير إحياء لها سيراً على نهج الأسلاف، ليلة عظيمة دعانا الرسول الكريم إلى التعرض لنفحاتها والإكثار من الذكر وأعمال البر طلباً للرحمة والمغفرة والثواب الجزيل. حفل ديني كبير في ليلة عظيمة اصطفاها الباري تعالى لينزل فيها إلى السماء الدنيا أقدس كتبه ومعجزة رسالته الخاتمة القرآن الكريم. ليلة شرفها الله تعالى بتنزيل الملائكة لمشاركة العباد في تهجدهم وقيامهم وللشهادة عليهم عندما يباهي بهم ملائكته المقربين. ليلة القدر ليلة مباركة كلها أمن وأمان وسلم وسلام حتى مطلع الفجر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد الله أكبر الله.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر اللهم صل على السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم السلام عليكم. أمير المؤمنين وقد أدى صلاتي العشاء والتراويح في مستهل حفل ديني كبير إحياء لليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في أجواء روحية موسومة بالنفحات الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سيدي، عزك الله وأدام نصرك. بعد الإذن المولوي السامي يتقدم بين يديكم الكريمتين الطفل عثمان مششتي لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وهو الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، وهو من مدينة فاس ويبلغ من العمر 11 سنة. الله يبارك عليك سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. يتقدم القارئ الطفل عثمان مششتي الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله للسلام على أمير المؤمنين وتسلم الجائزة من جلالته. تعكس هذه الجائزة العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين لحفظة كتاب الله العزيز وعزم جلالته الراسخ على تشجيع النشء الصاعد على حفظه وتجويده لكتاب الله. يا أمير المؤمنين، يتشرف العلماء الأجانب المشاركون في الدروس الحسنية بأن يتقدموا إلى الجناب الشريف أسماه الله بكلمة شكر يلقيها نيابة عنهم الأستاذ محمد بشار عرفات رئيس مجلس تعاون الحضارات بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة. الله يبارك مسيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. مولاي أمير المؤمنين، يشرفني أن أمثل أمام جنابكم الشريف لأقدم نيابة عن السادة العلماء المشاركين في الدروس الحسنية المنيفة كلمة أستهلها بأن أدعو العلي القدير في هذه الليلة المباركة أن يحفظكم بحفظه الكريم ويسدد خطاكم للخير والإحسان ورفع الدرجات ويجعلكم ذخراً وملاذاً لهذا البلد الأمين وسائر بلاد المسلمين. مولاي أمير المؤمنين، إنها لمناسبة عظيمة أن أوجه إلى حضرتكم من خلال هذه الكلمات بالغ الشكر والتقدير والاحترام والتبجيل لمقامكم الشريف على ما تكرمتم به على ضيوفكم من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وكل أسباب الراحة. إن هذه الدروس الحسنية المنيفة فرصة ذهبية لأهل العلم من كل أقطار العالم، يتم من خلالها أيضاً التذاكر في قضايا علمية وآراء فقهية والتشاور حول مستجدات فكرية
والتباحث عن أفضل السبل الكفيلة للإجابة عنها، متبصرين بالحكمة وتحري الرشد في زمن أصبحت فيه المتغيرات المحلية والدولية متسارعة، وما كان ذلك ليتم إلا بفضل الله عليكم بالدعوة لهذا الجمع المبارك، والله ذو الفضل العظيم. مولاي أمير المؤمنين، إن معشر أهل العلم من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين نزلوا ببلدكم المعطاء المبارك ضيوفاً على هذه الدروس الحسنية، يجددون إلى مقامكم الشريف بالغ الشكر والعرفان على كرم الضيافة، ويتضرعون إلى الله تعالى أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويشكر مساعيكم ويمدكم بالصحة والسلامة والعمر المديد، ويقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد عضدكم بصاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وبشعبكم الوفي، وأن يحفظ بلدكم آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي أمير المؤمنين، تبركاً بحديث جدكم المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما جرت السنة الحميدة في مثل هذه المناسبة، يقوم العلامة حسن فريد بختم صحيح الإمام البخاري، يسرد له حديث الختم الفقيه عبد الحفيظ الطالبي. الله يبارك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، رضى اللهم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله ورضي عنه في كتاب التوحيد من صحيحه، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه ودينه القويم. مولاي أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، حفظكم الله وأعز أمركم وخلد في الصالحات ذكركم. بعد إذن جلالتكم المطاع يا مولاي، أتناول حديث الختم بتحليل وجيز، وهو من الأحاديث المخرجة في كتب الأحاديث المعتمدة عند جميع المسلمين، وخصوصاً الجامع الصحيح للإمام البخاري. قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الذي يترجح أنه ميزان واحد. قال الطبري: القسط العدل. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى ونضع الموازين ذوات القسط. قوله: أن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، خلاصته أن أعمال بني آدم وأقوالهم تعرض وتوزن بميزان دقيق يوم العرض على الله. قوله: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، أي محبوبتان، والمراد أن قائلهما يصير محبوبا عند الله. قال ابن حجر: خص الرحمن بالذكر لأن مقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل. وقوله: خفيفتان على اللسان، وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. قوله: سبحان الله وبحمده، التقدير: أسبح الله متبس بحمدي له من أجل توفيقه. هذا الحديث يا مولاي من الأحاديث الدالة على أن رحمة الله أرجى من عمل العباد، وأن مغفرته سبحانه وتعالى أوسع من ذنوبهم وعظام عظائم سيئاتهم. والخلاصة أن ما يستفاد من هذا الحديث ويستنبط منه الحث على إدامة هذا الذكر وتعرُّدًا لأجر هذا الحديث وثوابه. وبعد إذنكم سيدي أعزكم الله، أقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. Allah is power.
سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه، ويا ذا الطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه، نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك العظيم الأعظم منها الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. نسألك يا الله أن تحفظ مولانا أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، صاحب الجلالة الملك مولانا محمد السادس، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه على الدوام حلل الصحة والعافية، وزده اللهم من عونك وسندك ومددك. اللهم حقق له كل أمل ورجاء، وأيده وانصره على كل حاسد وحاقد، واصرف عنه كل بلاء. وأقر اللهم عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة. وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيدي المغرب والإسلام، الملكين الجليلين بطل التحرير والاستقلال مولانا محمد الخامس، وباني المغرب الحديث ومحرر الصحراء جلالة الحسن الثاني. اللهم أكرم ثواهما وطيب ثراهما وتقبل جهادهما، واجعلهما مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأدم على هذه المملكة المغربية الشريفة نعمتي الأمن والأمان. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، آمين. والختم من مولانا أمير المؤمنين أعزه الله. لما أغلق الخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقه ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مولاي أمير المؤمنين، مولاي أمير المؤمنين، في إطار عناية جلالتكم الشريفة بالقرآن الكريم وأهله، يتشرف السيد عمر محسن من الدار البيضاء بأن يتسلم من الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره جائزة محمد السادس لأهل القرآن. كما تتشرف يا مولاي السيدة زينب أبو علي من الرباط بأن تتسلم من الجناب الشريف اسمه الله وأعز أمره جائزة محمد السادس لأهل الحديد. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين ويتسلم جائزة الأذان والتهليل السيد سعيد أبو العيش من قرسيف الفائز بالجائزة التقديرية، والسيد الحسن أخيار من تطوان الفائز بالجائزة التكريمية. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين ويتسلم جوائز الكتاتب القرآنية بأصنافها الثلاثة السيد عبد الله الحيان من الدار البيضاء على منهجية التلقين، السيد عبد القادر حموش من سيدي بن نور على المردودية، والسيد ناصر أيت بو ناصر من ناحية تارودانت على التسيير.
هكذا إذن ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقاً بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، حفلاً دينياً إحياءً لليلة القدر المباركة بالمسجد الحسن الثاني، الصرح الحضاري الشاهق المشيد على أرض التسامح والتعايش، أرض ملتقى الحضارات، المعلمة الروحية المتفردة التي تجلي غنى الحضارة المغربية العريقة وتراثها المعماري الأصيل، بهذه الرحاب العطرة التي تضللها السكينة، أدى أمير المؤمنين وجموع المصلين صلاة العشاء والتراويح وسط أجواء ملؤها التجرد لعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، والاجتهاد من أجل الفوز بالجائزة الكبرى التي أعدها الله للصائمين والقائمين والركع السجود الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وشرح للإيمان صدورهم وأنار بنور الإيمان قلوبهم. أمير المؤمنين أحيا هذه الليلة مع جموع المواطنين في بيت من بيوت الله تحت ظلال الرحمة وجمال السكينة وأنوار الملائكة، هي ليلة تحمل إلى المسلمين نور السماء ونسيم النبوة وصفاء ملائكة الرحمن، هي الليلة التي على قدرها وزاد شرفها وفضلها على ألف شهر. دأب أمير المؤمنين حفظه الله على إحياء هذه الليلة المباركة في جو تغمره الرحمات الإلهية وتعطره النفحات الربانية، وقد اختص الله تعالى الأمة المحمدية بفضائل عظيمة وخصها على غيرها من الأمم بأن أرسل إليها أعظم رسول وأنزل عليها الكتاب المبين معجزة النبي الأمين كلام رب العالمين في ليلة عظيمة القدر. اللهم اجعل نفحات هذه الليلة المباركة وما يتلى فيها من الذكر الحكيم يمنا وخيرا وبركة. وإلى هنا سيد